يمكن حضراتكم كلكم اكيد عارفين وتابعتم يعني الاحتفاليه النهارده اللي اتعملت في اكاديميه الشرطه بمناسبه عيد الشرطه ال 72 وتكريم اسر الشهداء واسمائهم وما الى ذلك وزي ما كنت بذكر لزملائي الاعزاء عن دواعي الفخر وانك تشوف شهيد والده ظابط جده شهيد وهكذا وكان في حالتين كده بالمناسبه يعني او يعني تكريمين بهذا الشكل لكن النهارده كمان كان في حاجه مهمه قوي قوي يعني لانه كان في عرضين مصورين، واحد منهم ما بين المسرح والتصوير وده اللي عمله الدكتور خالد جلال رائع وعظيم يعني حتى كنت بقول له قبل ما نبدا الاحتفاليه بقول له انت غطسان ومختفي فين وعايز قال لي يعني انا بقالي ست شهور بشتغل في اللي هتتفرج فيه النهارده. اول ما خلص العرض اللي كان عامله واخرجه الدكتور خالد جلال فرحت رايح له قلت له ليك حق تغطس. لانه مذهل العرض والعرض الثاني كان مروان حامد الحقيقه وبرده رائع كما جرت العاده من مروان كما جرت العاده شوف بقى العرضين يخضوا لانه في جزء مهم جدا وهذا الجزء مش خفي علينا لكن تفاصيله خفي علينا يعني ايه مسألة اقتحام السجون اللي حصلت واقتحام سجن وادي النطرون على سبيل المثال للحصر وتعمل الحقيقه شغل مذهل علشان نقدر نتفرج على لقطات او بالادق هذا الفيلم حول اقتحام وادي النطرون عدد الهاربين من السجون آنذاك دي بالنسبه لنا كانت مجرد او كانت مجموعه من العناوين والاخبار وبالتاكيد اثرت على حياتنا آنذاك في 11 وفي 12 وفي 13 لكن ان انت تتفرج على ده بعينيك وتشوف الجهد العظيم اللي بذل علشان يتم إعادة أو استعادة هؤلاء الهاربين اللي عددهم فقط 23 ألف هارب من السجون آنذاك في يعني يوم واحد أو يومين لو تتذكر في 2011 وتفضل تستعيد يوم تقريبا لمدة 3 أو أربع سنين بل ويزيد يعني لحد 2020 كل ده كان شيء ومهم وهنتكلم فيه لكن كمان كان النهارده في حدث رائع جدا يمكن بالنسبه لنا كلنا ان احنا نبقى قاعدين ونرى مره اخرى على خشبه المسرح وهو البيت الاثير لفنانتنا الكبيره جدا 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 استاذه سميحه ايوب فنراها مره اخرى على خشبه المسرح ده في حد ذاته شيء رائع جدا يعني والحاجه التانية هي قالت جمله لطيفه جدا بمنتهى الصدق وبمنتهى الود لفخامه الرئيس قالت له كانت امنيتي اني اشوفك وجها لوجه معانا على التليفون فنانتنا الكبيره استاذه سميحه ايوب اهلا بيك يا فندم اهلا 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 مساء الخير أهلاً. نورت مسرحك يا فندم وحضرتك يخليك يعني الله وكان شيء بالنسبه لنا مبهر ورائع وعظيم ان احنا نرى الاستاذه سميحه مره تانية على خشبه المسرح الله يخليك اشكرك حقيقي. جدا ده احنا اللي أشكرك. شكرا لحضرتك جدا ويمكن كنت حضرتك كنا بنتكلم النهارده على الكلمات اللي تبادلتيها مع فخامه الرئيس اه يعني الحقيقه هي طالعه من القلب يعني صحيح يعني كوني انا كان نفسي اشوفه قوي لوجه يعني شفته من خلال التلفزيونات وال وال والسينمات و... والى اخره، لكن انا عايزه اشوف ال... 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 الانسان العظيم ده دم ولحم قصادي. فكانت امنيتي ان انا اشوفه وجها لوجه. وفعلا ربنا حقق الامنيه الحمد لله. الحمد لله والشكر آه لله. استاذ لان يعني أيوة الحاجات اللي اتعملت عظيمه ورهيبه. يعني انا سمعت شويه من حديثك دلوقتي شكرا. في نهايه الحديث بتاعك بتتكلم عن اقتحام السجون والحكايه دي صحيح. ده, ده شيء عظيم جدا اللي اتعمل ده وبعدين المنجزات المنجزات اللي اتعملت في البلد يعني الكلام يعني احنا مقصرين فعلا يعني فعلا اجهزه الاعلام مقصره فانها ما تطلعش كل الانجازات دي بطريقه توريها للناس والله احنا بنحاول تشوفها. دايما يا فندم حتى على المستوى النفسي الناس تستريح تشوف بيحصل في بلدها ايه حته حته يعني بس حتى حضرتك قلتي لفخامه الرئيس قلتيله له الانجازات بتتكلم عن نفسها في كل شبر في البلد ايوه الانجازات بتتكلم عن نفسها انا عايزه الناس تشوف الانجازات دي حاضر نشتغل عليها تاني احنا عملنا أيوة. كده بس نعمل تاني وتالت ورابع <applause> لا لازم اصل العين لما بتشوف صح غير انك انت تسمع او تقرا اكيد اكيد العين كاميرا كله بيتخزن في المخ فالناس تعرف والناس تشوف تشوف على الحقيقه والله نعم النهارده ده ما شافهاش بكره يشوفها لازم الناس تعرف بلدها بتتطور ازاي مما لا شك فيه ازاي مما لا شك فيه ده حق البلد علينا وده مما لا شك فيه ايوه ايوه حقهم كمان الناس أن هم يهدوا ما يفكروش في حاجة تانية إلا الإنجازات اللي بتحصل ما يفكروش في الهدم يفكروا في البناء صحيح. يعني إحنا مرينا بحاجات سخيفة جدا لكن الحمد لله ما تمسناش عايشين في أمن وأمان هو مش المفروض اللي يشوفوا الناس, الناس البلاد التانية بيحصل فيها إيه وإحنا الحمد لله في مصر المحروسة الحمد لله وتظل محروسه يا رب طيب بما ان احنا يارب. ساعدنا وتشرفنا وابتهجنا برؤيه حضرتك على خشبه المسرح النهارده أه. أه 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 هل هيبقى فيه شغل مسرح قريب يا استاذه سميحه لا آه المسرح قصده يعني حكايه طبع. تانية حكايه حكايتي مع المسرح حكايه ثقيله جدا وانا عملت حاجات كتير طبعا وحاجات تقيلة تاريخ. جدا طبعا لكن دلوقتي ما تقدرش تطلع واحده من اللي كنا بنعمله. صحيح في شباب واعد وشباب جميل وموهوب ومصر ولاده آه لكن مش ما بلاقيش نفسي في اي حاجه موجوده دلوقتي. فانا محتفظه باللي كان بالنسبه للمسرح. ولاحظ المسرح بقى عايز صحه وعايز حاجات كتير جدا ربنا يدي حضرتك احنا كل الصحه احنا دايما احنا اديناها له <applause> ربنا يدي حضرتك كل الصحه دايما يا فندم الله يخليك الف الله ألف, ألف, الله الف الف شكر وكل سعادتنا رو. الحقيقه برؤيه حضرتك النهارده وبسماع صوتك في برنامجنا نورتينا الله وشرفتينا يخليني. حقيقي يعني جدا وكل سنه وانت طيب والمتفرجين طيب وال... كلهم طيبين ومصر طيبه برئاسها محفوظه دائم. يا رب يخليه اللهم امين شكرا اللهم يا حبيبي شكرا لحضرتك يا فندم كل الشكر لفنانتنا الكبيره جدا 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 استاذه سميحه ايوب طيب